بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة بنتكلم عن تفسير رؤية البقرة. البقرة بأحوالها المختلفة وألوانها المختلفة والأوضاع المختلفة، منها البقرة، امتلاك البقرة أو شراء البقرة أو تربية البقرة أو عشر أو حامل بقرة حامل أو ولادة البقرة أو ذبح البقرة أو هجوم البقرة على الراعي. أوضاع كثيرة هنتكلم فيها إن شاء الله. تابعونا لآخر الفيديو يا جماعة، هنتكلم في كل جزئية بسرعة إن شاء الله تعالى، وهنوفيكم بالمعلومات الهامة إن شاء الله تعالى. طبعا أوجه البقرة في ذاتها لها أوجه عديدة، منها أنها تشير على السنة أو العام، وتشير على الزوجة، وتشير على العمل، وتشير على الرزق، وتشير على الميراث، وتشير على الخير، وتشير على حياة الرائي. دي حاجات كتيرة برضو موجودة إن شاء الله، تابعونا، واللي عاوز أي حاجة يكتب في أسفل الفيديو إن شاء الله نرد على حضراتكم بإذن الله تعالى. طبعا نتكلم عن أول حاجة امتلاك البقرة أو شراء البقرة أو تربية البقرة في البيت. ده دليل على أن صاحب الرؤية لا يمر عليها إلا عاما، وسوف تكون له يعني رزق واسع متسع إن شاء الله تعالى. طيب البقرة الحامل أو العشر يعني، فده دليل برضو على أنه له مدخرات خارجية، خلاص مدخرة سوف تأتيه بالخير، يعني يكون ليه مال متأخر أو ليه حقوق بره متأخرة هترجع له بإذن الله تعالى في خلال في إطار السنة، خلاص. طيب الألوان البقر كل الألوان خير، ولكن أفضلهما اللون الأسود. إذا حد رأى بقرة سوداء فهي الأفضل. طيب أفضل الأموال البقرة السمينة اللي هي الجميلة المليانة، لكن الهزيلة الضعيفة ده مال ضعيف أو مال يكون فيه يعني ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة، حاجات زي كده. طيب البقرة إذا رأيت البقرة ولدت بتولد يعني، فهنا لها أوجه كتير. البقرة أول ما تولد بتولد بقرة صغيرة، خلاص عجل مثلا. فإذا كان الراعي شاف إن هو المولود نزل وبعد كده وقف على رجليه وشاف بيرضع من أمه ووقف على رجليه، يبقى صاحب الرؤية إشارة لي إن بعد سنة من الرؤية سوف تفتح له الأبواب الخير من كل الجهات. طيب البقرة لما ولدت عيالها فقعد في الأرض مش قادر يقوم، يبقى العكس إن هو في خلال سنة سوف تغلق الأبواب الخير، فينتبه لهذا الأمر ويكثر من الدعاء والصدقة، ويحاول ان هو ما يعني يحافظ على التعاملات والارتباطات والحاجات اللي زي كده، بحيث ان هو هيواجه، هنا اشاره، هيواجه انغلاق من كل الجهات فيكون حذر. طيب حليب البقره ده دليل على الخير، الرزق، الفطنه، العلم، الطيبه، حسن المعامله. طيب حد بيحلب في البقره حليب البقرة وهو اللي بيقوم بحلبها، فده دليل على ان هو يقتط، يكون هو في عمل ويدخر مال او يأتيه مال او سعة في الرزق، يعني يكون هو سبب اللي هو بيجيب رزق واسع لأهله او لأسرته. طيب هناك اشارة الكل ينتبه ليها، حساسة جدا، مهمة جدا وخطيرة جدا. البقرة هنا اذا كان حد ان انت شو حد شاف ان هو حد غريب بيحلب البقرة بتاعته، يبقى يترقب ان هناك شخص يترقب زوجته للخيانة فيكون حذر. طب واذا كان هو بيحلب بقرة لحد تاني هو عارفها، يبقى هو برضه بيترصد الخيانة لاصحاب البقرة فيكون حذر الموضوع ده. طيب
بالنسبة لهجوم البقرة، حد بيشوف في الرؤية إن البقرة بتهاجمه وتجري وراه عاوز تضربه وتنطحه بقرونها وحاجات زي كده، فده دليل إن هو بيواجه عقبات وخلافات ومشاكل في الحياة. طيب إذا ما لحقتهوش البقرة وما أصبتوش بأي حاجة، يبقى إن شاء الله ينجو من هذه الأمور بإذن الله ولن يصيبه أي شيء. طيب أصابته البقرة فلها وجهان. الوجه الأول أنه إذا بعد ما نام من النوم مفيش حاجة، مكان اللي هي اللي أصابته فيها البقرة كان بيتألم في الرؤية، لكن لما قام إنه الرؤية مفيش ولا حاجة. دي دليل على ان هو في هناك خلافات يحاول يقتصر، لانه لو واجه الخلافات دي هيسبب لنفسه اضرار. طيب الاصابه بعد ما قمت من النوم موجوده برضو والالم شغال ومستمر يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ومستمر، هنا بقى اشاره ان لابد ان انت تحافظ، تاخد برنامج علاجي وتمشي عليه، لان هناك اصابه من عالم اخر فلابد من المعالجه. بتتخذ برنامج علاجي يكفيك ان شاء الله تعالى تتعالج بيه. طيب السيطره على البقره او الركوب على البقره وحاجه زي كده، ده ان شاء الله بعد عام برضو هيتنصب صاحب الرؤيه او يتولى ولايه او يكون له منصب او يعلى درجته في العمل او الحياه اللي هو فيه. طيب المراه اذا ركبت البقره فدي بعد سنه هيكون لها وضع وكيان في الاسره، يعني هي اللي هتقود الاسره وهي اللي تتحمل مسؤولية الأسرة بداخلها وخارجها. طيب ذبح البقرة وتقطيعها وتوزيع اللحمة بتاعتها دي إشارة لأصحاب المواريث أن هناك الذابح يبدأ بتقسيم الميراث ويوزع الميراث على الآخرين، اللي هو بيذبح هو اللي هيقسم الإيه الميراث، يبقى موضوع الذبح يبقى كده. طيب أي حاجة احنا ممكن نكون مش متأكدين ان احنا نقولها او نسينا، يبقى اكتبوا في التعليق ان شاء الله تعالى واحنا نرد عليكم. ولكن اتمنى ان الكل يشاهد الفيديو، واللي شاهد الفيديو للاخر يا جماعه يكتب في التعليق استفاد ايه من الفيديو، وان شاء الله هنكمل السلسله باذن الله تعالى في انواع برضو البقر وامور برضو حاجات كتيره من باقي الحيوانات اللي هي الاليفه اللي هي بتاعت التربيه وحاجات زي كده. وأشكركم جدا على حسن المشاهدة وحسن المتابعة، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.